يواصل الحوار الاقتصادي بالحوار الوطني جلساته اليوم الثاني بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، وذلك استجابة لدعوة الرئيس السيسي. وتتناول الجلسات موضوعات هيكل عجز الموازنة وسبل التعامل مع الدين الخارجي وكيفية زيادة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية. أوضحت إدارة الحوار الوطني أن هذه جلسات تعد بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار، شعارها مساحات مشتركة من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن.